إن منتخب بلاده يتعامل باحترام مع كل منتخب الذي سيواجهه في الاستحقاقات القادمة دون النظر إلى أنه بطل إفريقيا. أولا الاحترام الواجب لكل الفرق لا يجعلنا نتمنى أن نلعب مع فريق غير فريق آخر، يعني هذا الشيء بالنسبة لنا. أي فريق سيأتي يعني تطيحه القرعة معنا سنلعب ونحترم كل خصومنا وكل أندادنا، هذا بالنسبة للقرعة. بالنسبة لمسألة الحظوظ ومسألة المساهمة والمشاركة الإفريقية للجزائر في كأس إفريقيا وفي كأس العرب، عندنا كأس، عندنا لقب سندافع عليه، سندافع للفوز بالكأس للمرة الثالثة في تاريخ الجزائر، وهو طموح مشروع بما نملك من مؤهلات، بما يملك الفريق من مؤهلات، وهذا نظن شيء مشروع لفريق بمثل بحجم الفريق الجزائري وبهذه المؤهلات التي لنا في هذا الفريق.